سالو يا توس، عاملين ايه الاخبار؟ الفيديو بتاعنا النهارده هنحل فيه امتحان من امتحانات السنين اللي فاتت، من امتحانات الوزاره السنين اللي فاتت. طبعا اول تاكست عندنا او اول سؤال عندنا بيكون الكومبريونسيون. عندي اول سؤال عباره عن كارت دانفيتاسيون ا اون فيت دي غويزي، كارت دعوه لحفله تنكريه. الدات، التاريخ، ديمونش 17 نوفمبر، ده التاريخ. اللييو، كلاب الزمالك اجيزه، نادي الزمالك في الجيزه. التيم، بروفيسيون، وظائف. والأور، الساعه او الميعاد، دو 19 ا 22، يعني من الساعه 7 للساعه 10. طبعا دوت بنظام ال 24 hours. والادريس بتاعنا ري دو لا ليغ اراب، اللي هو شارع الجامعه العربيه، او اللي هي يعني جامعه الدول، المفروض المسمى يعني بتاع اسم الشارع. لافات سو تيرمين، سو تيرمين يعني بيخلص، الحفلة بتخلص الساعة كام؟ أ 19 ولا أفانتور أفانتينور ولا أفان 2؟ طبعا هي الحفلة قال من الساعة 19 ل 22، فيبقى هي ميعاد إن هي بتخلص إمتى، هتكون فان 2. السؤال اللي بعده، الزمالك ايه لو نون دو، الزمالك ده اسم ايه؟ اون ري، دون ري، ولا دون فيل، مدينه، ولا دان كلوب، نادي، ولا دان كارتيه، حي. طبعا الزمالك هنا هو اسم النادي. لو تيم دو لا فيت سي، التيم او الموضوع بتاع الحفله هيكون باسيون، شغف، بروفيسيون، وظايف، ميتيه، وظائف، انيمو، انيمالز. فطبعا هنا هوت هتكون التام بتاعتي اللي متقاله بروفيسيون. لافات دي غويزي سو باس، لافات دي غويزي سو باس، الحفله التنكريه هتحدث او هتكون انيفير في الشتاء، اونوتون في الخريف، اونيتي في الصيف، أو برينتون في الربيع. طبعا الدات اللي عندي كان في نوفمبر، وشهر نوفمبر من شهور الخريف. نروح للسؤال اللي بعده. سالو ارتور، هاي ارتور، جو سوي ماد، انا عماد. لو ديمونش 27 اكتوبر، يوم الاحد 27 اكتوبر بروشان اللي جاي، سي لانيفرسير دو مون بير، ده عيد ميلاد بابايا. Il va avoir 43 ans, هيكون عنده 43 سنة. On va faire une fête déguisée à l'hôtel Marriott, هنعمل حفلة تنكرية في الماريوت. À 20h, الساعة 20 اللي هي الساعة 8. L'hôtel se trouve au quartier الزمالك sur le Nil, الفندق موجود في حي الزمالك على النيل. Mes copains Adham et Adil vont venir à la fête. صحابي أدهم وعادل هيجوا الفت. Moi, أنا, je veux me déguiser en journaliste. هتنكر في زي صحفي. أدهم en infirmier في زي ممرض. Et Adil en cuisinier في زي شيف أو اللي هو طباخ. أدهم va se déguiser. أدهم هيتنكر في إيه؟ فهيكون طبعا en infirmier. Qui parle dans ce texte؟ مين اللي بيتكلم في التكست دوت؟ طبعا هو عماد. Le père d'Ahmed va avoir، بابا عماد هيكون عنده 40 ans، 40 سنة، 14 ans، 14 سنة، 43 ans، 43، 34 ans، 34. طبعا هنا لازم نبقى عارفين الأرقام كويس عشان نعرف نحل سؤال زي ده. طبعا هو 43. La fête d'anniversaire va être، حفلة العيد ميلاد هتكون à la maison في البيت، ولا dans un bateau sur le Nil في مركب على النيل، ولا au club الزمالك في نادي الزمالك، ولا à l'hôtel Marriott، طبعا هو في الماريوت. السؤال اللي بعد كده واللي هو يخص ال situation. Choisis la bonne réponse dans des situations suivantes. Tu invites ton ami à une fête déguisée. أنت بتعزم صديقك على حفلة تنكرية. Tu dis، فأنا هقول je t'invite à une fête déguisée، أنا بعزمك على حفلة تنكرية. ولا oui je viens avec plaisir، أيوة أنا هاجي بكل سرور. ولا pardon il n'a pas le temps، ما عندوش وقت. ولا il va assister à une fête déguisée، هو هيحضر حفلة تنكرية. طبعا أنا بعزم فهقول je t'invite à une fête déguisée.
Tu parles de ta profession préférée. بتتكلم عن وظيفتك المفضلة. Tu dis, هتقول. J'aime beaucoup le math. أنا بحب الرياضيات. ولا je veux devenir journaliste. أنا أحب أو أريد أن أكون صحفي. ولا j'aime beaucoup le foot. أنا بحب الفوتبول. ولا j'aime les peintures. أنا بحب les peintres. أنا بحب الرسومات. فطبعا هنا ta profession préférée. فأنا بتكلم عن وظيفة. فهتقول je veux devenir journaliste. Tu décris le temps d'aujourd'hui. بتوصف الجو بتاع النهاردة. بتكلم عن جو النهاردة. Tu dis, il fait le devoir. بيعمل الواجب. Il fait du tennis. بيلعب تنس. Il fait doux. الجو جميل أو nice. ولا il fait du bruit. بيعمل دوشة. طبعا ال weather أو ال temps بتكلم عنه بي il fait doux. Ton ami te demande la date. صديقك بيسألك على التاريخ. Tu dis, أنت هتقول. فأنا هنا لازم أقول تاريخ. Nous sommes le samedi, ما ينفعش لأن دوت le jour. Nous sommes le 15 octobre, دي إجابة صح. Oui, nous sommes en automne, إحنا في الخريف ما تنفعش. Nous sommes en 2022, إحنا في 2022 برضو مش مناسبة. Ton ami t'indique sa passion. صديقك بيقول لك أو بيشير إلى يعني الشغف بتاعه أو الحاجة اللي بيحبها. Elle dit, j'aime photographier la nature. أنا بحب أصور الطبيعة. J'adore le printemps. أنا بحب الربيع. J'aime l'hiver. بحب الشتاء. Je déteste la natation. بكره السباحة. طبعا هتكون j'aime photographier la nature. Tu visites un malade. Tu dis, أنت بتزور حد مريض. فهتقول je vais à l'hôtel. رايح الأوتيل. Je vais à l'hôpital. رايح المستشفى. Je vais à l'école. رايح المدرسة. Je vais à la pharmacie. رايح الصيدلية. طبعا هتكون je vais à l'hôpital لأن المريض بيكون موجود في الأوبيتال. Pour parler de ta matière préférée عشان تتكلم على المادة المفضلة بتاعتك. فهنقول j'aime le volley أنا بحب الفولي. ولا j'adore le BD بحب اللي هي المجلات الكوميكس. ولا j'aime le Mexique بحب دولة المكسيك. ولا j'aime la techno طبعا تكنو اختصار كلمة تكنولوجي ودي اللي هي مادة الـ IT أو اللي هي الكمبيوتر فهتكون الإجابة بتاعتي جيم لا تكنو. السؤال اللي بعد كده والجزء اللي بعد كده في الامتحان هي جزئية الجرامير وشوازي لمو كوركت هنختار طبعا الإجابة الصحيحة. ما ميزون اي اون فاس ونخلي بالنا من حروف الجر اللي بيستخدم معاها اللو أو اللا أو اللي وحروف الجر اللي بيستخدم معاها الجي والدلع والدو الأباستروف والدي. طبعا اون فاس في مواجهة ودايما بيجي بعديها دو ودو لاو دو الاباستروف ودي طبعا كلوب كلمة ماسكولا فهتكون ما ميزون اي اون فاس دو كلوب. بروني رو ا غوش بروني رو ا غوش. الفكرة هنا ان كلمة رو كلمة فيمينا فانا لازم هنا اختار حاجة فيمينا فهتكون لا بروميير رو ا غوش. جابيت وي عندي ان فبعد الان دي لازم يكون في معايا دون دونز ان كارتيي كالم ما ينفعش او ولا اون ولا دو مع كلمه ان. انا بعيش في حي هادي. لو فيلو اي العجله بتكون حاجه لا فواتور اي لو بيس فما دام عندي حاجتين لا فواتور اي لو بيس يبقى اكيد هي اونتر يعني بين. عادل tu habites à étage. عادل انت عايش في وطبعا عندي كو وكل وكي وكل واللي هو كلمة الدور مثلا اللي هو انت عايش في انهي دور فهختار فطبعا هتقول à quel étage في اي دور لان étage كلمة ماسكولا. mes élèves ونخلي بالنا mes élèves وبعديها علامة التعجب او بعديها كوما يبقى انا هنا هوت مش في البريزون انا هنا في الامبراتيف. الامبراتيف اللي هو الامر ازاي بعمل الامر مع تو والنو والفو بس فهنا طبعا ميز لاف يعني بلوريال فهتكلم مع الفو فهتكون ريغاردي لو تابلو بصوا على التابلو. ال فيان ال فيان وطبعا فيان بيجي معاها دو دايما وباري هنا من السيتيز فهتكون ال فيان دو باري هي جت من باريس. و آخر سؤال في الجرامير demain vous allez demain يعني بكرة و vous allez عندي أهو verb aller فلازم يجي بعدي الverb في الانفينيتيف فيبقى demain vous allez visiter Alexandrie بكرة انتو هتزوروا اسكندرية. بعد كده عندنا طبعا جزئية اللي هو الايميل والتكست بتاعنا الكمبوزيشن
الجزئية دي معانا في الامتحان عادي خالص، فمهم ان احنا نبقى بنعرف نحل عليها. جزئية الايميل دي انا برد على الاسئلة اللي موجودة قدامي بشكل مباشر وفي جمل كاملة، يعني ما اعملش ابدا اجابات مختصرة. فانا مثلا عندي اول سؤال بيقول سالو اكالور تي فا او ليسي، الساعة كام بتروح المدرسة، اي كوما وازاي، وكال بارتي دويام تويام او ليسي، ايه الجزئية اللي بتحبها في المدرسة. فهرد اقول سالو Salut, je vais à l'école à وأقول ساعة مثلا ف à 8 heures. أدي أول سؤال عندي. بعد كده بيقول لي comment، إزاي، إزاي بتروح، فهقول je vais à l'école en bus ou en taxi ou en voiture ايا كان، ومثلا avec mes amis. السؤال اللي بعده بيتكلم على quelle partie tu aimes à l'école، انهي جزئية بتحبها اكتر في المدرسة او au lycée. خلينا هنا هنغير دي نخليها أوليسي عشان السؤال كان فيها أوليسي. Je vais au lycée. فهقول j'aime beaucoup la bibliothèque. مثلا أنا بحب البيبليوتيك، بحب المكتب. تمام، يبقى انا في الايميل اهم حاجه ان انا لازم اجاوب على الاسئله اللي موجوده قدامي على شكل جمل كامله وبطريقه مباشره. طيب بعد كده عندي التكست اللي بعده، الكومبوزيشن اللي بعده، بيقول لي parle de tes activités pendant le weekend prochain. نخلي بالنا من كلمه الويكند prochain، يعني الويك اند اللي جاي، يبقى انا بتكلم في الفيوتشر بوش، في المستقبل. هو عايز يقول لي او فين وافيك كي، فالنقطتين دول مهمين. بس نخلي بالنا ان انا مش بجاوب بس على النقطتين دول، انا كمان محتاجة اوصل لعدد كلمات معينة اللي هي زي ما احنا ما شايفين 25 ل 30 كلمة. فمثلا هقول له سالي الويكند بروشان je، ونخلي بالنا من ال future proche، je vais aller au club avec mes amis. هروح النادي مع أصحابي. nous allons faire de la natation. هبدأ أقول بقى حاجات هنعملها. Nous allons faire de la natation. هنعمل swimming، هنعوم. Ensuite نخلي بالنا برضو ان احنا نستخدم اللينكرز واللي هي الروابط اللي هي زي اولا ثانيا في الاخر، الحاجات اللي زي دي بتكون برضو مهمة في الجمل بتاعتنا. Ensuite on، وهنا بقى احاول اختار جرامر مختلف، يعني احنا عارفين ان النو نفس المعنى بتاعت الاون، فممكن استخدم مرة نو ومرة اون، دي بتخلي الدرجة بتاعتي برضو كويسة. Ensuite on va manger dans un restaurant، هناكل في مطعم. خي قريب كده، استخدمت كمان حروف الجر. دو شي موا، قريب من البيت عندي. ونبدأ كده نشوف
مع بعض التكست بتاعنا كله على بعضه، يبقى انا قلت اهو الاكتيفيتي اللي بعملها في الويك اند، اتكلمت في الفيتشير بروش، قلت انا فين ومع مين. وطبعا لازم نخلي بالنا ونبقى بنفكر دايما ان احنا نعرف نوصل لللمت وورد بتاعت التكست اللي مطلوب، عدد الكلمات اللي مطلوبة. بنعد ازاي او بنعرف عدد الكلمات ازاي؟ خلوا بالكو ان طول ما الكلمة في معاها apostrophe او اللي هي الشرطة اللي في النص تيغي دي، كده بتتحسب كلمة واحدة. يعني مثلا انا هنا هعد معاكم الكلمات، عندي salut ادي 1 2 week end مع بعض كلمة واحدة، ف 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 مع بعضيها de là 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. فانا كده معايا 28 كلمة، فانا اوريدي في الاطار اللي مطلوب مني. بكده خلصنا الامتحان، اللي عنده اي سؤال يقدر يبعتلي. هحضر لكم مراجعة قوية جدا، مراجعة نهائية، لما فيها هعمل لكم فيديو واحد هنلم فيه كل الجرامير، تريكات الجرامير كلها، وفيديو تاني هنلم فيه تريكات لبعض الحاجات اللي فيها الفوكاب اللي صعب شوية. استنوا الفيديوهين دول هيكونوا مهمين جدا، اللي عنده اي سؤال يقدر يكتبهولي في الكومنتس وهرد عليه ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. ابدأوا ذاكروا، خلاص الجد قرب، الامتحان كمان شهر يعتبر، لسه معانا وقت نذاكر براحتنا ونخلص. بس اهم حاجة ما نطنش وما نكسلش وما ننامش. ميرسي، ويا رب باحسن الدرجات وبالتوفيق. اوريفوار.